بسم الله. أمر ميجر بيقوم بعمل أقياس، يعني خلينا نرسم مثلا من أرتكشر، هنرسم شوية غرف بالشكل دوت. ونقول مثلا إن أنا هستخدم أمر ميجر، عندي ميجر لينث، ده هيقيس طول من مكان لمكان، هيقول لي لسه قد ايه التوتال، قد ايه الاي، قد ايه المسافه اللي مشيتها في الواي او في الزد، قد ايه او في الاكس. تمام، يعني لو انا اخترت حاجه مايله مثلا من هنا لهنا، هتلاقي ان الاكس بمقاس والواي بمقاس، انما لما هختار كده هتلاقي ان الاكس بصفر لان انا مشيتش في الاكس، انا مشيت في الواي. بعد كده هنا هلاقي ميجر كوردينيشن، ده لما ادوس هنا هيقول لي الاكس والواي والزد قد ايه. تمام، هنا لما بدوس على اول واحده اللي هي ميجر بيبدا يديني، يقول لي انت عايز اللينس ولا الاريا ولا الانجل ولا الاليمنت لينس ولا الفوليوم ولا الراديوس، بيبدا يديني اختيارات. تمام، اول اتنين دول هما اللينس والكوردينيشن، ممكن اقول له اريا مثلا وابدا احدد له اريا مثلا معينه. ولما اخلص ادوس سكيب هلاقيه جاب لي الاريا قد ايه زي ما باين قدامنا دلوقتي.